شرح سريع عن نقطة معينة كنت أشرحها في مقطع تطبيقي، قلت أشرحها هنا شفويا لين ينزل المقطع تطبيقيا. قلت تكلمت عنها سابقا، أبغى أدخل موضوعين ببعض عشان يكون مقطع عن نفس الموضوع، بس نقطتين مرتبطة ببعض إلى حد ما، وهي كيف إن الأشياء اللي تسويها في الشغل الأرضي أو في الجود عادة الهدف منها زي ما قلنا الركوب. أي شيء تسويه في التعامل مع الحصان بلغة الجسد في البدوك، الهدف إنك تسويه بشكل معين مقبول بحيث إنك لما تسويه في الجود الحصان يتقبل اللي تبغاه. لكن الأشياء اللي تسويها في الجود أو أثناء الشغل الأرضي في الجود، الهدف منها إن الحصان يتقبل الشيء ذا في الركوب. فالنتائج اللي تبغاها تجي في الجود تجي بسبب شغلك الصحيح في التعامل مع الحصان بلغة الجسد في البدوك. والنتائج اللي تبغاها في الركوب تجي بسبب جودة شغلك أو جودة ركوبك خلينا نقول، أو جودة تعاملك مع الحصان في الجود. الفكرة الأساسية بالموضوع مرتبطة بأنك تبدأ الموضوع مرحلة مرحلة حبة حبة، وإذا كان شغلك مضبوط في المرحلة الأولى النتائج تكون جيدة في المرحلة الثانية وقس على ذلك. الفكرة أبغى أتكلم عنها التمارين المرتبطة في القطات أو التحكم بالقطات أو الجزء الخلفي للحصان أثناء الجود العادي أو الجود على جنب أثناء حتى الركوب بعض الحالات إلى آخره. والنقطة الثانية المرتبطة فيها الموضوع التخويف، اثبات كسب الثقة وكيف تعامل مع الحصان أثناء الخوف. أبدأ بالأولى ثم الثانية، والموضوع بالنهاية واحد اللي أبغى أوصل الفكرة بوصلها. لما أجي ألف الحصان لفة ضيقة يمين أو يسار عن طريق التحكم بقطاته، الهدف لما تلف الحصان لفة ضيقة وأنت واقف جنبه إنك تبغى الحصان يعرف إنك متحكم الجزء الخلفي وإنه يحترم مساحتك. فألف الحصان لفة ضيقة يسار ثم ألف لفة يمين الضيقة يمين، الحصان يصل بين الجهتين اليمنى واليسرى، ويتم الشيء هذا عن طريق أنك تحرك القطات. تبغى تعلم الحصان أنك قادر على تحريك قطاته. أغلب طرق الركوب الصحيحة الأخرى إلى حد ما يده ثابتة أو قافل على الحصان تقريبا، ويخلي القطات تتحرك عن طريق هش القطات. هو يهش أو يضرب القطات بالحبل طرف السروع أو طرف الحبل أو العصا أو في الركوب المهماز. وإذا الحصان ما تقبل الموضوع مفهمه يستعمل المهمزة والعصا، يصير مع الوقت الحصان يفهم الموضوع أنه إذا ما تحرك بيتم استعمال العصات أو المهماز، مع الوقت يتحرك أو يحرك القطات احتراما لهذه الأداة. فهو أثناء الجود وخر لأنك معك عصات، فهو احترم العصات فوخر قطات عنها، فرقبتها لحقتك أو لحقت يدك وقطاتها وخرت عن العصا. هناك في الركوب موضوع المهماز، كل اللي سويته هنا، نعم انت دربت الحصان بالادوات واستعملت الادوات بالشكل الصحيح، لكن كل اللي سويته انك علمت الحصان انه يوخر عن الشيء المخيف بقطاته، دربته على احترام الاشياء المخيفه عن طريق انه يوخر قطاته عنها. فرقم واحد هذا معناته انه اذا خاف او جفل من شيء معين مستقبلا اول شيء بيسويه بيوخر القطات. اول شيء دربته على الشيء هذا، ثانيا هو قادر على فعل الشيء هذا، انك لما خوفته بالعصات والمهمزه اول مره وخر قطاته، ما يعني انه سيوخر قطاته وانت راكبه بكره. يعني لو كنت انت راكبه وخاف من شيء معين، عصات، شيء مقارب للنماز أو شيء أخوف منهم زي السيارة البعيرة إلى آخره، بيوخر قطعته. فكل اللي صار أنك فقدت التحكم، ما تحكمت. نعم أثناء فعل الحركة كتمرين كان تمرين مثالي وحركة مثالية سرعتها إلى حد ما جيدة مقبولة، بس كل اللي صار أنه خليته ينحاش منك بالقطات، دربت على أنه ينحاش منك بالقطات. طالما الطريقة ما تعاني من الشهادة بالنهاية المطلوب منها هو الشهادة، مثل طريقة ركوب الغربي في الطريقة الملكية ورعاة البقر، حركات الكاتينج والرينينج والأشياء هذه كلها بالنهاية مطلوب منها الشهادة. كل ما هرب منك قطعت أحسن، صان دم بارد أو دافي أو يحد ما مدرب زين مكان مغلق عادي، بس لما تدرب الحصان بالطريقة هاي ثم تركب حصان عسيف مكان مفتوح أو تركب حصان عربي مكان مفتوح ويخاف ويجفل، أصبح الميزة عيب. أصبح هروب الحصان منك بقطاته واحترامه للأدوات بقطاته والجزء الخلفي زاد عن اللزوم، صار عيب ما عندهم ميزة. اللي أنا أبغاه في اللفات الضيقة هو إني وخر قطاته عني لأني جايب رقبته معي. مرة أخرى أبغى يوخر قطاته عني، مو باحتراما لجسمي أو للأدوات اللي معي مثلا طرف المقود أو العصات والمماز وغيره، أبغى وخر قطاته عني لأني جايب رقبته معي. أكون قادر على إني أجيب رقبته محل قطاته فتوخر قطات، أجيب رقبته من الجهة الأخرى محل قطاته فتوخر قطات. يتحكمت بالجزء الخلفي عن طريق التحكم بالرقبة، معناته الحصان ما انحاش منك بالقطات، انت وخرت القطات عن طريق انك جبت الرقبة للقطات. بينما لما تخلي القطات تنحاش عنك ورقبة الحك، كل اللي سويت انك تخلي الحصان ينحاش من جهة ويجيك من جهة، بكرة بينحاش برقبة ويعطيك القطات، بعده بينحاش بقطات ويعطيك رقبة. يعني ان وقت الجد وقت الاختلاف في الجود او في الركوب اول شيء يسويه بينحاش من الشيء المخيف برقبته او بقطاته.
فدربت على النحشة. قس على ذلك المثل الثاني، تمارين كشف الثقة، طبعا انت تخوف الحصان وهو قدامك ثم يمين ويسار. الفكرة اللي انا ابغى اسويها في تمارين كشف الثقة هي اني اعود الحصان انك لما تخاف من حقك تخاف، وودي انك تخاف، وبيك تحاول تنطلق لما تخاف، انه بيحاول ينطلق مع الجميع، ولما حاول ينطلق عرف ان دقة يدي كانت صحيحة بمواكبة الثلاثة، التسليق، الجمع، التذكية الى اخره، والشيء المخيف نفسه ما اداه ينحاش ليش. فخاف، اعطيته حق الخوف، اعطيه حق الانطلاق اثناء الخوف، سيشرف الانطلاق ان دقة اليد صحيحة فيوقف محله. طرق ركوب الاخرى الصحيحة يخوف الاصطدام نفس الشيء المخيف، ويعطيه مقود طويل ويخليه ينحش. ما في تحكم، الحصان يهرب، يهرب بقطعته، يهرب جسمه، يهرب بصدره، والتعامل بدقة يد مضبوط لانه مرتخي تماما، ما في اي تحكم. فيستمر يلحق الحصان بالشيء المخيف لين الحصان يتعود عليه ويوقف. زي لو تكب الشيء المخيف على الحصان في بعدوك تخليه مع الوقت يتعود عليه، قبل على اول يوم او اول خمس دقائق خاف من الشيء، بعد يوم يومين تلقاه يضارب الشيء يلعب معه، تعود عليه. لكن اللي صار انه اول مره انطلق، فهو يعود الحصان على الهروب ويلحق بالشيء لين يطمئن الحصان ثم يوقف. مع مقود 8 متر 9 متر فرضا، والمكان اللي هو يخوف الحصان فيه مكان مفتوح جدا كبير، فيهش الحصان بالشيء المخيف، والحصان ينحاش 15 20 30 متر، هو يلحق تدريجيا لين الحصان يتقبل يلمسه فيه. كل اللي صار انك عودته على الشيء المخيف، حتى لو كان الشيء المخيف مره مخيف، مجرد انه يتغير شكله او لونه او مزاج الحصان انطلق مره ثانيه، لان اللي صار اول مره انه ينطلق. فانت عودته انه كل ما خاف ينطلق، ثم اذا قل الخطر وعرف ان الشيء المخيف ما يعور يوقف. مما يعني انك لما تركه بكره ويخاف من شيء معين، سياره، بعير، بقره الى اخره، بنحاش 15 20 30 متر ثم يطمئن وقف. زي ما ذكرنا في المقطع السابق او بعض المقاطع السابقه، انت تقدر تسوي الشيء هذا في الجود، ما تقدر تسوي في الركوب. ما يمكن تخلي الحصان ينحاش 20 متر لين تعود على الشيء المخيف ثم تخليه يطمئن، خاصه ان كان شيء مخيف ثابت تبغى تحرك له مو بيلحقه. اللي انا ابغى اسويه انه خاف، حاول ينطلق، فشل في الانطلاق لان دقتك مضبوطه، فحج محله، ثبت محله. ما عودت على الشيء المخيف، عودته وعلمتني اتحكم فيك حتى عند الخوف. شيء مخيف صغير، شيء مخيف كبير، شيء مخيف حجمه بالشكل الفلاني، شيء مخيف باللون الفلاني، شيء مخيف مزاجك الفلاني، شيء مخيف مزاجك الفلاني الاخر الى اخره. خفت ولا ما خفت؟ احتريت ولا ما احتريت؟ بصفنا او نوع الشيء المخيف بتحكم فيك. فابغى اعلم اني متحكم فيه اثناء الخوف، وابغى عوده على الشيء المخيف نفسه. الفرق نفس فكره المثل الاول، انك لو عودت على شيء مخيف نفسه ممكن تعود على شيء مره مخيف بالنسبه للخيل، زي مثلا البعير اول مره اشوفه، او سياره، او فيل بعض المناطق في الهند وما الهند وغيره، او فرضا شاحنه الى اخره، اشياء مره مخيفه بالنسبه للخيل تعود عليه تماما، دباب، هليكوبتر بعض المقاطع الى اخره. نفس الحصان هذا اللي ما يخاف من شيء، اغلب الخيل يمكن تفتح كيل اذا شافته. الحصان ده نفسه لو خاف من كيس اول مره يشوف انطلق. لو تفك علبة بيبسي أو مرة يسمع صوت دانا انطلق، لو تبخ بخاخ أو مرة يسمع صوت انطلق. شلون؟ لأن تعود، عودت على شيء صعب، ترى أنت صعب فتعود عليه، لكن السهل ما عودت عليه، فإذا جاء ارجع مرة ثانية عودني منطلق ثم عودني. لكن لما تقول له خفت ولا ما خفت بتحكم فيك. إذا لو خاف مرة ثانية ولا مشكلة بتحكم فيه. هل أنت تبغاه؟ ما أبغى ما يخاف. ودي إنه يخاف وأحب إنه يخاف. بس هو خايف يتحكم فيه، أبغى يعرف إني أتحكم فيه حتى عند الخوف. بدل ما اقول له ما بيتخاف، لما تقول ما ابغى يخاف هي مساله وقت ويجي شيء جديد فبيخاف. اذا كان كل ما خاف انطلق، وين التحكم؟ اولا وين التحكم؟ مو عيب ما تحكمتي، قصدي انه وين التحكم؟ ما استفدت شيء في الركوب. ممكن تسويه في البدوك بس يكون صعب عليك انك تسويه في الجود، ممكن تسويه في الجود بس صعب جدا انك تسويه في الركوب، خاصه لما يكون مثلا جنبك اسفلت، جنبك مكان مفتوح، جنبك ارض خطره الى اخره. مو معقول تخلي حصان كل ما خاف ينطلق 20 متر 30 متر ثم يتعود على الشيء يجي، خاصه زي ما قلت اغلب الاشياء ثابته ما تلحق في الجود، تعطيه مقوده وتلحق، تلحق لين يتقبل الشيء المخيف، يعني تلحق بالشيء المخيف قصدي. لكن وانت راكب الشيء ثابت بينحش 10 متر ثم تقرب منه، ثم ينحش 15 متر ثم تقرب منه الى اخره. وممكن اثناء النحش يدخلك في مكان خطير، اسفلت، سيارات الى اخره. في فرق بين تعويد الحصان على احترام الادوات فيوخر قطعته عنها، وبين انك توخر القطعات لانك جبت الرقبه. الاول احترم الاداه ولم يحترمك، معناته وقت الجد بيحقرك ويحترم الاشياء المخيفه. نفس الفكره في الموضوع الثاني، في فرق بين اتحكم بالحصان وهو خايف وبين اني اخلي الحصان ما يخاف. الاول هو انك تتحكم فيه حتى لو خاف، معناته وقت الجد انك تتحكم فيه، مو بس ما يقل تحكمك بالعكس يزيد. اثبتنا النقطه هذه في مقاطع الشرح، انك نفس النتائج اللي تجيبها وهو خايف تجيبها بشكل احسن كدرجه وهو خايف، ترجع ورا بسهوله اكثر.
توقفه بسهوله اكثر، تكعب بسهوله اكثر، تلف بشكل اسلس واسرع. بينما الشيء الثاني اللي هو انك تتحكم فيه او بالاحرى تتحكم فيه اذا راح الخوف، يعني تعلمه انه ما يخاف، معناته وقت الاختلاف بيرجع يخاف ويسوي نفس الشيء اللي سواه اول مره خاف. في فرق شاسع بين احترام الحصان للاشياء اللي تسويها وبين تحكمك بالحصان بسبب دقتك، فيحترم دقه يدك. الاول احترام الاشياء الاخرى مؤقت، حتى لو استمر فتره طويله بالنهايه يبقى مؤقت، هي يعني مساله وقت ويختلف معك الحصان، ولما يختلف تطلع ثغرات الطريقه. بينما الثاني اللي هو التحكم حتى عند الاختلاف او بالذات عند الاختلاف ما في ثغرات بامر الله، وليس التحكم مؤقت، التحكم مستمر بالذات عند الاختلاف يستمر كما هو او حتى يتحسن من نوع. طبعا لما يتحسن ما اقوله مبالغه، قصدي يتحسن انه ببساطه الحصان الشيء اللي يسويه عاده وهو هادي يسوي الثلاث زي ما ذكرنا في مقاطع شرح الطريقه بشكل بطيء، يسحب ببطء وبثقل بحماقه الى اخره، لكن لما يجي وقت الجد ودقتك مضبوطه يجيب كل ما عنده بسرعه. فكل ما كانت دقتك احسن والحصان احر او يستعمل القوه اكثر او اصعب صار تحسن اسرع، انكشف اوراق بسرعه فعرف دقتك بشكل اسرع. هذا اثبتت في بعض المقاطع، كل ما كان اصعب في نظر الناس تلقى اسهل بالنسبه لك، كل ما كان حار او يستعمل القوه او يستعمل مهاره اكثر تلقى بسرعه يتعلم اللي انت تبغاه. والعكس صحيح، كل ما كان هادي كل ما كان ابطا في التعلم، بالنهايه نتيجه واحده بس تلقى تعلمه بطيء. بينما ليش يعتبر صعب عندهم او في طرق الركوب الاخرى؟ لان باختصار لما تستعمل القوه وتمنع الحصان وتحاول تخليه يحترم ادوات طبيعي، قوه الحصان ومهاره الحصان وحاره الحصان بيستعملها ضد الادوات، لكن لما يستعملها ضد دقتك ودقتك مضبوطه كل سنه بتحسن بشكل اسرع من غيره. ذاك يتحسن باسبوع بسبب هدوءه، هاي يتحسن بيوم يومين بسبب حرارته وقوته وعنفوانه وخوفه الى اخره، ان كانت دقتك مضبوطه. لان كانت دقتك خطا العكس اللي يسمى صعب بالفعل صعب عندهم، ليس بسبب انه صعب، بسبب سوء الركوب او عدم دقه الركوب، او انه ما اعتبر الركوب اصح في نظري عند الاختلاف، عند الاختلاف، عند الاختلاف، مو في مجالهم. كل طريقه جيده في مجالها، طريقه الدساج هي الافضل في مجال الدساج، طريقه الركوب الغربي الامريكي الحاليه هي الافضل في طريقه راعي البقر وغيره. الركوب الاسباني والفرنسي هو الافضل في اوروبا كركوب كلاسيكي، كل اسلوب له طريقته المفضله في وضعه في مجاله، بس المجال اللي انا اتكلم فيه اللي هو عند الاختلاف هو التحكم الحقيقي اثناء عصفك الحصان، ما حد يساعدك على الحصان، ما في سرج، ما في مهماز، ما في عصا، ما في صداره، ما في لانشطه قبل الشغل، الحصان تعامل مع طبع حصان تبغى تضبطه وهم خاربين طبع الحصان وحايسينه في الماضي اثناء قتال المعارك وغيره، اثناء مثلا السباق تبغى ترد الحصان اللي يحاول ينطلق او تحرك الحصان اللي يبغى يحرن او يكن وقصد ذلك، هنا اختلاف. وقت الاختلاف الطريقة هذه مبنية على الشيء هذا، مصدرها الشيء هذا، ما فيها ثغرات في الموضوع هذا، لأن باختصار مبنية على التحكم عند الاختلاف وليس محاولة تدريب الحصان على شيء مؤقت وقت الجد ينتقل الحصان ويتحول وينقلب 360 درجة أو 180 درجة من حصان قمة الهدوء ويعطاك ما تريد الحصان قمة التفلت ومحاولة إسقاطك. والله بالصبر.